النهارده معانا منار محمد من اسماعيليه. هتعملي لنا دلوقتي الحلو، هتعملي لنا ايه بقى؟ هعمل مهلبيه بالمانجا القطع. مهلبيه بالمانجا. طبعا المانجا عندكم مشهوره جدا، هي اسماعيليه اصلا كلها مانجا. مانجا. بتعملوا ايه تاني في الاسماعيليه غير المهلبيه؟ ممكن كنافه بالمانجا، كيكه بالمانجا، في ممكن بسبوسه وتتزوق بالمانجا من فوق، يعني وصفات الحلو ممكن نضيف لها مانجا كلها. عندكم يعني طبعا انواع كتير اكيد، يعني اغلب اكيد الانواع. اكيد احنا كل الانواع عندنا اصلا، كل الانواع عندكم كل في الانواع المانجا. عندنا. طيب وايه تاني؟ في ايه تاني؟ في ايه بقى؟ خلاص هنعمل دلوقتي المهلبيه، هنقول مقادير تمام. المهلبيه. بصوا، كوبايتين لبن حليب، كوبايه عصير مانجا، 3 معالق سكر كبيره، نص كوبايه سكر. ليه سكر وسكر؟ لا، نص 3 معالق سكر او نص كوباية سكر، يعني يا 3 معالق يا نص كوبايه سكر. على حسب التحليل. 3 معالق نشا كبيره، قطع مانجا مكعبات. تمام. اوكي، هتعملي ايه؟ انت اول عايزه حله؟ حاجة اهي. اول حاجة هنحط على البارد النشا، ممكن معلقة لو سمحتي. ادي معلقة. دول 2 كوباية حليب. تمام. هنضيف لهم بقى 3 معالق كبار نشا، اوكي، او على حسب نوع النشا، يعني ممكن اكتر. حسب نوع النشا فعلا. يعني لو لقيناها محتاجة بندوب بس على البارد بنضيف. برضو ونحط. اوكي، احنا هنجرب دلوقتي 3 معالق ونشوف كده الدنيا. بسم الله. انت تحطي النشا على قد اللبن، مش ما بتحسبيش عصير المانجا كمان؟ لو حسينا بعد كده ان لسه ما ربطتش ممكن ندوب شوية كمان في الحليب ونحط. اوكي، ومعانا 1 كوباية من عصير المانجا. المانجا، بس ندوب حلو قوي عشان ما تكتلش معانا على النار. طبعا. بعد كده نضيف بقى السكر. خلينا نرفعها عشان يلحق يعقد. ماشي، حطي السكر وهي بتدوب، اصلا السكر لازم يبقى اللبن سخن. مفيش مشكلة. نضيف بقى ايه؟ السكر حسب التحلية دي بتاعتك انت بقى، حسب تحطي المانجا 3. العصير دي سكرها كمان ازاي، وانت بتحبي السكر ازاي. تمام بالظبط. ممكن الواحدة تدوقها وهي بتعملها، تدوقها علشان تعرف سكرها ايه. بس نبتدي بقى زي اي مهلبية زي اي عادية، مهلبية، بس دي بقى فيها الاضافة ان انا بحط بعد ما بتتربط مانجا قطع. بتحطي جواها وبتحطي على وشها. التزويق بقى في الاخر بحط على الوش مانجا قطع، بحيث يبقى طعم المانجا فيها من جوه ومن على الوش. بالظبط. حلو قوي دي. هجيب لك الكاسات. طب قولي لي، كيكه المانجا بتحطي المانجا جواها ولا بتحشيها بيها؟ الكيكه بتاعت المانجا. ايوه عادي، ممكن نحطها جواها، ممكن نزوق بيها في الاخر. لا، مش قصدي نحطها جواها، انا قصدي الكيكه بتاعت المانجا في العجينه نفسها. بتحطي بتضربي مانجا بيوريه؟ لا لا لا، في التزويق. في التزويق بس، انا قصدي بتحشيها بيها يعني. بنحشيها بيها، نزوق بيها. مش زي كيكه البرتقال بندخلها في العجينه يعني. لا لا، دي مختلفه. اوكي كده اهو. طيب قولي لي بقى، ايه اكتر اكله انت مشهوره بيها؟ ايه اللي لو انا هجي لك اسماعيليه هتعمليها لي؟ هاكل لك سمك برضه. مفيش فايده. برضه هو ورايا ورايا انا السمك. بحب السمك. لا انا بعشق السمك. يا بتحبيه بس لازم تعشقيه زيي. اكتر حاجه انت مشهوره بيها السمك؟ بحبه جدا، يعني حتى عندنا في البيت يقولوا لنا يا بنتي كفايه كفايه سمك، انت كل يوم سمك. لا احنا بنحب السمك جدا والله. وقولي لي انك شاطره في الحلويات. انا اصلا تخصص تورته وحلويات اساسا يعني. طيب ايه اكتر حاجه بقى بتعمليها واو؟ انا شغاله تورت ما شاء الله. بتعملي يعني تورت حلوه؟ شغاله تورت، ده شغلي اصلا الخاص بيا، بعيد عن الاكل بقى. الاكل ده انا اخدها هوايه، وبرده التورت اخدها هوايه. بس ما درستيش؟ لا لا، ما درستيش. علاقتي يعني دراستي ملهاش اي علاقه بشغلي خالص. لا انا قصدي ما طورتيش نفسك بقى ودخلتي زودتي، يعني بتحبي الكيك وبتعملي التورت وكله، هل حاولتي تدرسي حاجه ليها علاقه بكده؟ كله بالخبره. ما حبيتش اخد كورسات بصراحه، ما مقتنعش بيها. بحس الكورس ما بيضيفلكيش غير نقط بسيطه وبعد كده خلاص بيسيبك. بس الحاجات الحلويات بالذات لازم المقادير تبقى صح، لازم حد يساعدك حتى لو ما درستيش، حد يساعدك. بصي اقول لحضرتك حاجه، انا ساعدت نفسي ازاي؟ بان انا مثلا عملت حاجه ووقعت في حاجه، فاجي بعد كده الحاجه اللي انا وقعت فيها دي اصلحها. فبقيت انا مع نفسي اعرف احسن ما حد يقول لي. يعني حبيت ان انا اكتسب من نفسي انا اكتر يعني. هي مش عارفه، حاسه ان هي مش مشكله، علشان بس هاديه، النار هاديه، النار ما بتبقاش حاميه قوي. هي حلو. شويه شويه هتتقل معاكي، ممكن تزودي برده شويه نشا. ما هو عايزين بقى خليني ادوبهولك في ميه علشان ماشي تاخدي منه، لان دايما النشا مش كله زي بعضه. مش كله. هو فعلا للاسف
في انواع بتربط جامد وفي انواع لا، فدي بتيجي بقى بالصدفه بقى انت وحظك او بالتكرار، انك تستعملي نوع معين انت عارفاه فده بتبقي عارفه مقداره. لكن ممكن نضيف بقى شويه سكر تاني عشان النشا اللي احنا ضفناها. في هنا كان سكر صح؟ اهو السكر هجيبهولك. هي معلقه حطيها ماشي، وادي ضيفي هنا. انت بس شرفينا في اسماعيليه وانا بصي عينيا ليكي بقى، مانجا سمك كل حاجه، كل اللي احنا بناكل منه وبنحبه. هي بلد جميله وهاديه ونظيفه جدا، بلد حلوه قوي بصراحه. اسماعيليه بصراحه بصي مهما الف في اي محافظه هي بصي احس ان هي وطني كده والله. لا لا هي بلد فعلا هادية. جميله وهاديه. بعدين هي صغيره جدا، احنا عندنا الكلمه المشهوره في اسماعيليه، اسماعيليه اوضه وصاله، اللي هو يعني بصي ممكن تلفيها كلها على رجلك. هي صغيره فعلا بس حلوه، عارفه الهدوء اللي فيها والنظافه بتاعتها رائعه بصراحه. احنا بصوا بقى ممكن نطلع فاصل على ما ايه تعقد. مش مشكله، حطي بقى فيها المانجا الاول وهي هتربط معاها. مش احنا هناخد نص الكميه بس من المانجا دي؟ ايه هناخد نص الكميه من المانجا. ادي معلقه هناخدها كلها. اي حاجه مش مشكله. اوكي نص كميه المانجا القطع على ما نطلع الفاصل، هي هتغلي في الفاصل وتقعد.